أهلا ومرحبا بكم أطفالي المتميزين، عدت إليكم بحرف جديد وقصة مشوقة لهذا الحرف. لنفتح على صفحة 78. هل فتحتم على الصفحة؟ أحسنتم. ماذا نشاهد في الصور؟ طفل يرتدي بلوزة صفراء. أين نشاهده؟ في الغابة. نعم، إنه في الغابة. وماذا أيضا في الصور؟ ماذا نشاهد؟ نشاهد حيوانات أليفة، غزال، ببغاء، غربان. نشاهد أيضا غيمة، أليس كذلك؟ لنبدأ قصتنا الغيمة والغابة. غازي غلام صغير يحب الغزلان والعصافير. كان يقصد الغابة كل يوم ويلعب مع الغزلان والغربان والببغاء وغيرها من الحيوانات حتى صار صديقا لها. في يوم من الأيام ذهب غازي إلى الغابة فشعر بفراغ غريب لأنه لم يجد غزالا واحدا أو غربانا واحدا أو ببغاء واحدا يلعب معه. تساءل الولد الصغير غازي، أين غابت هذه الحيوانات؟ هناك شيء غريب يحصل في هذه الغابة. فجأة ظهر غزال قرب غدير فارغ من الماء وقال لغازي، الغابة حزينة وكلنا حزينون معها لأنها في حاجة إلى الماء لتبقى ويبقى الغدير وتبقى الغزلان والعصافير. لم يستغرب غازي كلام الغزال، فهو يعرف أن الغيوم لا تمطر في هذه الأيام لأن فصل الشتاء قد مضى ورحل. أخذ غازي يفكر، فتذكر صديقه الغرابة صاحب الجناحين القويين. ذهب غازي إلى الغراب وقال له، أأنت تستطيع أن تطير عاليا؟ لماذا لا ترتفع وتكلم الغيمة وتطلب منها أن تمطر بغزارة فوق الغابة العطشاء؟ وهذا ما حصل. ما إن وصل الغراب إلى الغيمة وطلب منها ذلك حتى لبت طلبه وأمطرت بغزارة، فامتلأت الساقية والغدير بالماء فعادت الحياة إلى الغابة. وشكر غازي الغزلان والغرابة وشكر الغيمة على عملها المفيد للغابة والناس. هذه هي قصتنا اليوم، هل أحببتوها؟ لنعود للصورة الأولى. ضعوا إصبعكم على الصورة الأولى لو سمحتم. الصورة الأولى مكتوب عندها رقم 1 وتبدأ من اليمين. أين تشاهد الطفل غازي؟ هل هو في البيت؟ أحسنتم، جواب كامل. أشاهد غازي في الغابة. ما الحيوان والطيور التي يلعب معها غازي؟ يلعب غازي مع الغزال والببغاء والغربان. في الصورة الثانية، مع من يتكلم غازي؟ يتكلم غازي مع الغزال. ماذا يقول الغزال لغازي؟ هل تتذكرون من القصة؟
الغزال لغازي، الغابة حزينة وكلنا حزينون معها لأنها في حاجة إلى الماء لتبقى، ويبقى الغدير وتبقى الغزلان والعصافير. ماذا يعني الغدير؟ الغدير هو نهر صغير أو ساقية يمتلئ بالماء. والغابة حزينة لأنها لا يوجد ماء في الغدير، لا يوجد ماء في النهر. والآن لننتقل إلى السورة الثالثة. على ما يدل غاز الغراب؟ إلى ماذا يدله؟ نعم، يدله إلى الغيمة. لماذا يدله إلى الغيمة؟ ليرتفع ويتكلم معها ويطلب منها أن تمطر بغزارة فوق الغابة العطشاء. في السورة الرابعة، من أين يهطل المطر؟ جواب كامل: يهطل المطر من الغيمة. إلى ما تحتاج أشجار الغابة؟ تحتاج أشجار الغابة إلى المطر حتى تعود الحياة إلى الأشجار وإلى الغابة وإلى الحيوانات. تحتاج إلى مطر، إلى ماء لينعش الحياة في الغابة. فالماء هو الحياة، نحتاج الماء لنعيش، أليس كذلك؟ ماذا نقول للبيبي الصغير لكي يتفاعل معنا؟ أليس كذلك؟ إذن حرفنا اليوم حرف غ غ غ، وهو يشبه حرفا أخذناه مسبقا، أليس كذلك؟ يشبه حرف ع، لكنه يتميز عنه بنقطة فوقه غ، يوجد عليه نقطة. إذن لنقرأ حرف غ مع الحركات وأنتم سترددون بعدي: غ غ غ غ غ غ غ. وهنا حرف غ مع المدود الطويلة. أيضا اسمعوني ورددوا بعدي: غ غو غي. لأعيد وكرروا بعدي: غ غو غي. أود أن ألفت انتباهكم إلى التمييز بين صوت حرف غ وصوت حرف خ. يجب أن نميز بينهما: غ غ ز ل غزل. لنرى الكلمة الثانية: خ خ ب ز خبز غزل خبز. يجب أن نفرق بين الحرفين. هيا لنقرأ الكلمات لنفرق بين حرف خ وحرف غ. الكلمة الأولى: ن خ ل تون نخلة. خ ي م تون خيمة. خ ش ب خشب. غو ري لا غوريلا. غي
راء غراء. ماذا نرى هنا؟ نعم غزال يبدأ بحرف غ. غ غزال. هيا كرروا معي غ غزال. ماذا نشاهد في الصورة؟ غيوم. بماذا تبدأ كلمة غيوم؟ غو غو غيوم. هيا كرروا بعدي غو غيوم. وهنا في هذه الصورة ماذا نرى؟ غصن شجرة، أليس كذلك؟ لنقرأ غصن. 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 ما الصورة التي نشاهدها هنا؟ صورة طفلين. أحسنتم، يغسل يديه. دائما يجب أن نغسل يدينا، أليس كذلك؟ قبل الطعام وبعد الطعام، عند الخروج من البيت وعند الدخول إلى البيت. إذن هنا لدينا صورة طفلين يغسل. لنسمع يغسل. كرروا بعدي غ غ. يغسل يغسل. كرروا بعدي غ يغسل. وهنا ما هذه الصورة الجميلة؟ إنها صورة غابة. أحسنتم، غابة. ما أجمل هذه الغابة، أليس كذلك؟ ماذا نرى في هذه الصورة؟ نرى غواص، أليس كذلك؟ ماذا يفعل الغواص؟ يغوص، يغوص في البحار. هيا اقرأوا معي غو يغوص. يغوص. أحسنتم. في هذه الصورة نرى طفل صغير. هذا الطفل يكاغي، أليس كذلك؟ لنقرأ غي ص غي رون. ص غي رون. صغير. كالعادة لكل حرف أشكال. وهنا لدينا حرف غا وأشكاله. حرف غا في أول الكلمة يتصل بالحرف الذي بعده. الشكل الثاني، حرف غا في وسط الكلمة يتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده، وحرف غا في آخر الكلمة له شكلين، شكل يتصل بالحرف الذي قبله ولا يتصل بالحرف الذي بعده لأنه يأتي في آخر الكلمة، وحرف غ في آخر الكلمة منفصل. لنقرأ غ غزال. أين أتى حرف غ في كلمة غزال؟ نعم في أول الكلمة. أحسنتم. في الصورة الثانية، ببغاء. أين أتى حرف غ في كلمة ببغاء؟ نعم في وسط الكلمة،
يتصل بالحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. السورة الأخيرة سورة دماغ. دماغ. هل رأيتم حرف غاء آخر الكلمة؟ لم يمسك بالحرف الذي قبله لأن الحرف الذي قبله آ. وكما تعلمنا حرف آ لا يمسك بالحرف الذي بعده. لنعود الآن إلى الكتاب ونفتح صفحة 80. هل فتحتم؟ لنقرأ. لنقرأ السؤال في الأول. إلى أين ذهب غازي؟ وبماذا شعر؟ لنقرأ الجملة. ذهب. ذهب. أرجو منكم أن تضعوا إصبعكم على الحروف الذي أقرأها. ذهب غازي إلى الغابة. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، بماذا شعر؟ لنقرأ. شعر بفراغ. أحسنتم. في المربع الثاني لنقرأ. غ غ غو غو غي غي غي. في السطر الثاني من المربع الثاني غ غ. هنا حرف غ في وسط الكلمة. غو غو غي غي غي. هنا في آخر الكلمة في السطر الثالث غ غو غي غ غو غي. والآن لنفتح على صفحة 81. هيا تبعوا معي. ضعوا إصبعكم على الكلمة الأولى. اقرأوا بعدي. غا با غا با. الكلمة الثانية غ ز لون. غزال. غ ب تون. غ ي م تون. غيمة. ننتقل إلى السطر الثاني. جملة كاملة. هيا تبعوا معي. غابة. غابة. الغزال. الغزال. عني عني. الغابتي الغابتي. نقطة آخر الجملة. سأكرر الجملة. اقرأوا معي. غاب الغزال عني الغابتي. السطر الثالث.
ل أرسل غازي غازي الغراب الغراب إلى إلى الغيمة الغيمة نقطة آخر الجملة. سأعود وأكرر الجملة كاملة، اقرأوا بعدي. أرسل غازي الغراب إلى الغيمة. السطر الأخير، تبعوا معي، ضعوا إصبعكم. ص ل ب طلب الغراب الغراب من من الغيمة الغيمة أنتم تمطر تمطر نقطة آخر الجملة. سوف أكرر الجملة الأخيرة. طلب الغراب من الغيمة أن تمطر. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالدرس. أراكم في الدرس القادم إن شاء الله.